حل قلوب وتهب عليها النسمة آه والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة آه لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة آه والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تجمعنا لدروب نرضى واحنا بالقسمة ننسى وقع العيوب وتدوم علينا النعمة مشتاق اللقمة عند ربي دخلت جنة دارت الخير يا لو كان بالكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاءتنا استغاثة من حي سيرفونتاس الحي الشعبي المشهور المعروف في بالكور. السي حكيم قرفي عيطنا باش نشوفوا الحالة نتاعو على سما فهمت يسكن في هذا المحل هذا الكراج أو سميه واش حبيت محل ولا الله أعلم نشوفوا الحالة نتاعو. السلام عليكم. سلام سي حكيم لاباس بخير انت سي حكيم انا وسي حكيم بيت. وهذا بيتك هذا هو بيتي ان شاء الله هذا بيتك هذا بيتي هنا هنا يسكن حكيم نقدروا نشوفوا الوضعيه تاعك شكرا الله يرضى عليك السلام عليكم استقبلنا حكيم قرفي في هذا المكان اللي واسمه بيت ما هو في الحقيقة ماشي بيت هو عبارة كراج محل وهذا المساحة الضيقة الضيقة اللي ما تقدروش تصوروها يعني احنا رانا هنا ورانا نشوفوا هي كلش هذه هنا غرفة نوم وهذه هنا المطبخ وهذه هنا الصالون وهذه هنا بيت الخلاء وهذه هنا وين يقرأ أولاده يعني حالة من الضيق التي لا يتصورها عاقل. سي حكيم كيف وجدت نفسك في هذا الكراج انت ومرتك واولادك؟ يعني انا سكنت في الدار عندنا الدار ضيق بزاف عندنا بيت في قلب بيت العائله تاعي بابا ويما وخوتي وبجاليا نخرج يعني باش يعني اصلا داركم ضيقه ضيقه بزاف وجاو يعني جات البلديه يعني يعطيهم الصحه جاو شافوهم يعني النتيجه ما كاش وانا عندي ملف تاعي راهم 2007 من 2007 2007 في هذا المكان هنا خمس سنوات قبله كنت في شوفالي في مرأب تانيك وسكنت من يعني كي مبعد على الما ونسكن يعني في الحي تاعي يقول ياك بعيد ما لقيناكش وما شفناكش وحنا راه محلفين يعني ما وكي تسكن في حومتك؟ شوفي جاو خطرة هنايا بعثهم يعني سي طيب يعني لاجوان ما تاعو جاو جوج بنات شافوا هنايا شافوا الحالة كتبوا يعني كي جاو خلعوا مي ما كاش يعني النتيجة ما كاش قالوا لي راك نتايا في بوان نوار نقطة سوداء قالوا لك راك في النقطة السوداء واش النقطة السوداء شحال؟ شحال سنة هذه عندها عامين راك في النقطة السوداء يعني أي رحلة تكون فيها أنت إن شاء الله وجازت رحلات ورحلات رحلات يعني دانيير فوا في جونفي يعني شفت القائمة تاع السوسيال يعني كل حال واحد حومتي قاعد يداو واستفادوا وعطيهم الصحة مبروك عليهم يعني بالبركة مي كاين 70% ولا 80% أنا أولى عليهم قالوا له راك في النقطة السوداء وخلاوه في النقطة السوداء سي حكيم يعني شحال عندك ما استقبلش الضيوف؟ ما جامي استقبلتهم ما تقدرش أبدا ما تقدرش وين حيقعد وين أنا يعني باش يعني يبدل تيكو تاعو لازم نخرج برا نسناه
انا كنت نشوف فيها 4 مترات على كيفاك وداير يعني انا صح راني حات كيفاك وداير وين ولي لك وين يقعد وليدي يقعد هنا واحد يقعد هنا انا في الارض والاخر في المسجد يقعد هنايا الزوجه تاعي هنايا وانا هنايا على العام هيدا وباش تتعشاو ما تتعشاو هنا نجي ندنوا طابله هيدا ونتعشاو هنا دنوا الطاولات دوروا عليها كملوا دنيوها دنيوها وكندوا شنو ندوا نشوف ناس بداله يدوش هنا هنا في المكان لي بدال لي يخرج يدوش لازم يخرج برا يخرج ثلاثه برا يدوش واحد يكمل يجي الدوزيام يجي طوال الله يرضى عليك عاود لي هذه فهم علي كي يدوش واحد لازم تخرج يخرجوا كامل لا تخرجوا نخرجوا البارح دوشوا بالسبت البارح دوشوا في الليل خرجنا كاع برا بداله ولادي كبار هذا هو هذا 14 سنه يعني ولا متاسف يعني هذه جديده 2021 سكون في كراج وعندي حق باش نديروا لونكاد ديروا تحقيق ديروا واش حبيتوا ما عندي حتى حاجه عندي ربي سبحانه حبيت نقول لكم باللي السي حكيم انسان شريف شريف بمعنى الكلمه يخدم عساس ولكن رغم ذلك يعاون عائلته يعاون روحه يبيع المطلوع في العقيبه في العقيبه في حومتي وانت اللي تخدم ولا انت اللي تعجل انا خدمه وانا عندي 30 سنه خدمه يعني عندك يدك عندي يدي نخدم مطلوع نخدم كسر نخدم كلش الحمد لله ما شاء الله باسكو الكراو دراي ولمسيد وتريسيتي وما ما سيده نعم السلام عليكم سيدة هذه الحالة تاع البيت هذه سببت لك مرض ربو أظن نعم أحكي لي حالتك مع هذا البيت هذا بو مشاكل صحية سببت لي من هاد تحرق لي وليدي لا حول ولا قوة تحرق لي وليدي خمسين كان خمسين في عمره كان لاكوتخي تاع المسيد تاع الشتا جابوا لي فاكونس ومن بعد باش يولي المسيد جبت ندوشنهم هكدا في الليل وهذاك الطفل كان يلعب ازلق على طابونه ولات عليه هذيك طابونه تحرق كاع كامل كاع يدو رجلو كامل قعدنا في بومد تمك حكمني شوك تاع السكر كان يطيح له الحموكه يا مد سيفيت شوكيت تحرق 3 دوغري لا حول ولا قوه الا بالله من تما يبداو لي الامراض انا فونت لينا ديقان ميديتي ما نمشي بها كي الحمراء كي الزرقاء ما نقدرش كي انا كي هذا باش نقول لك حالتي مع هذا البيت مع داري ماشي سهله نعم ماشي سهله بون واحد يحب يقرا واحد يحب يحفظ واحد حب يلعب واحد ما تقدرش كيفاش دير معاهم اللي يحب يقرا يحب الكالم اللي ما عندوش قرا يحب يلعب طفل صغير لازم يلعب نعم. باباهم يجي في الليل عيان يحب يرقد الدراري يحبوا يشوفوا شويه تلفزيون قولك نهار كامل حنا في القرايه في المسيت ومن بعد نجوا للدار نحفظوا العشيه هذيك يحبوا يشوفوا شويه تلفزيون باباهم عيان من الخدمه يحب يرقد كيما نديرهم يعني راكي في حيره راكي ما نقاش كيفاش ندير واش ندير جبت على طونسيون في عمري لا حول ولا قوه السكر الزعف رجع غير الزعف الداخل نو دوار وفي طبلة ومعمرة لي بون لي يجيك ما تقدر لي يجيك لا يماك تجيك لا خوك يجيك لا اختك تجيك واحد ما يقدر يجي ليا انا ماني كاع محبو يجو بصح لا غالب واحد ما نستقبلو ولكن رغم ذلك نقول بلي هذه المرأة انا نقول لك بارك الله فيك وانت حيلك لانك انت امرأة شريفة وصبرتي مع الزوج تاعك لازم تصبر في هذه الظروف كيف وقفتي مع هذا الرجل يعني واش نقول لك وقفت معاه باسكو الله يبارك انسان مليح ما قدش جد دوكا راجل سكنه ولا على رجل الاخر نضيع داري ونضيع ولادي ونضيع راجلي سي زكي كيما قالت ما كاين خطط واحد يكون انت نقول لك حاب تراجع دروسك تاع اخوك الاخر حاب يرقد هكذا وباباك وتعبان يسحق الهدوء كيفاه دير انت كيفاك داير في هذا لا قدش انا خويا صغير يقدر يلعب الهامات انا لازم نقرا باش نفرح يما نفرح بابا ايه وانا لازم يلعب بيت الهاج ونحب الكم وانت هو حاب يلعب خاش طفل من حقه يلعب وانت تحق الهدوء باش تقرا باش ولكن هذا المساحه ما كاش ماشي كل واحد عنده بيت ويدخل ليها والله مشكل كبير هذه والله مشكل كبير وكيجوا ناس ما يعرفوش بلي هنا كاين عائله يخفوا قدام الباب يقدروا يقولوا كلام ما يليقش تخرج ليهم كل الاقدايا يجوا الدراري يسبوا يطيحوا انا نخرج خرج لهم الحوزون ما همش عارفين هما ما همش عارفين باللي كاين ناس سكنوا في هذا الدار يحسبوها خربه ولا حاجه ما عندهاش علاقه بانسان يسكن فيها قل لي الان راح نتكلموا واش دات ملي راك في ازمه تاع السكن واش دات وين جريت وين رحت على كل حال انا كي تزوجت في 2006 موراها بواحد الشهور دفعت ملف كنت ماشي خدام هذاك الوقت دفعت ملف هاوليك الملف اللي دفعته 2006 في 14 جونفي 2007 2007 دفعت ملف تاعي
عاود جددتو في 2007 ايه عاود جددتو باسكو زاد عندي طفل عاود جددتو في 2013 زاد عندي طفل 2011 استغفر الله ومن بعد عامين ما جاوش 2015 جاو ضربوا دور على الدار كان مسيو عمامة يعني كان المير تاعنا حاليا كان هذاك وقت اجوان معادي هنا جا للدار شاف جاو شافوا الضيق ما هذاك النهار ما بان حتى خبر حتى نهار اللي جاو عندنا فوا عندك قلت لك عامين جاو بجوج بنات شافوا هنايا انا كيش لا ليست يعني الناس كاين الناس راحوا يحوشوا على اسمي في لا ليست تاع انت كنت متاكد يا انا كنت متاكد خلاص حالتك ما كاش لي بالك اكثر من كان قلت شو ما الناس راح تشوف اسمي عيطوا لي في التليفون قالوا لي اسمك ما كاش هذه ما كاش منها 145 ساكن ما كاش اسمك سبحان الله على كل حال الحمد لله يعني بصحتهم لي الدار مي انا اولى عليهم كاين بزاف اللي اولى عليهم يعني ما كان ندخلوا لكاف يعني في النقائص ولا في درت الطعن ها هو الطعن هاديك الطعن الطعن لو 2 جانفي ها واش كتبت لهم بصح ما كاش اجابه الطعن هما مش هاينا رجع لي ترجع لي البلديه واش كاين ما فهمتش انا يعني خليني ننبه المحسنين والمحسنات خاطر حنا هذا هو الهدف تاعنا الهدف تاعنا ان سي حكيم يخرج من هذه الازمه وما ما توليش كاين مشكله للسي حكيم ويعيش سعيد ويربي ولاده ان شاء الله وينجح في الحياه المحسنين والمحسنات ولا المسؤولين اللي يتابعوا فينا الحل تاع السي حكيم ان يسكن حنا الان ما يهمنا دوكا الدوله عطات له الله يبارك ولا كاش محسن شارو دار اللهم بارك واحد عنده قطعه ارض اللهم بارك لا يهمنا المهم فقط ان يخرج من هذه الازمه على ان يقول لكم هذا الكلام سي حسين هذا الكراج اللي راهو فيه او كاري يعني حتى هذا الكراج ماشي راهو قاعد ما يخلصش هاك كاري مليون شهر مليون شهر ويخدم على الساس يعني انتم تعرفوا اجره تاع اساس ما كان نقولوها دوك هذا الاجره تروح هي كراج ولا يوكل اولاده ولا يلبسهم ولا يداوي زوجة تاعو ورغم ذلك حكيم ماهوش يهضر على رزق قال لك انا ندبر راسي الحمد لله عندي ميتي الحمد لله عايلك يخدم المطلوع يخدم البيتزا يخدم واش حب او يتكلم على الضيق المسكن هذا يعطوني ابارتمون بيت ليا يا خويا كيما الناس ما عندي مونديت والو يعني الحمد لله يعني قولها لي بالقبيليه اي في كنا خام سخم في كيني خام في وراش لا يا صنت خامين كفونت الحمد لله وخليني نزيد نقول حاجه في قلبي آشو. انت رجل طيب ربي يحفظك انت طيب طيب ما شاء الله قولي لي راجلك طيب لا اعطي لها تشهد قولي لي صح لا بزاف الناس قاعد تحبوا لا طيب بزاف الناس قاعد تحبوا كاع الناس تحبوا هذا ولا واحد يقول لك داني ولا والله العظيم عندي معاه 2006 عندي في 15 سنه جامي في حياتي ما ضربت معاه الله جامي ضربت معاه وراجلي قولي انا بالقبيليه صغ زواج 15 سنه مزوج عايدش جامي نغ ورقزي ونغ زامي لي ويا رانا نغ زعما راش نسخر عيش نغ ولا شيقح سما لانك راضيه بقضاء لا الله لا يبان على بالك ناس في القصور ساكنين في القصور وكل يوم دبزه بيناتهم اي صحيح وانتم شوف كيف ربي يعطيكم هذا الرضا والقناعه وراضين بقضاء الله وصابرين لا الحمد لله صابرين هاي لك صابرين على المحنه ولكن ان شاء الله ما دابينا تزول هذه المحنه الى ان شاء الله عدوش انا عدوش نطلبوا عندك 14 سنه وانت الان عمامه هو اسبانيا عمامه يعني بعد عمامه الله يرضى عليك يا عمامه الله يرضى عليك ندعو لك بكل خير وانا في شهر رمضان المبارك فرج عليه فرج الله عليك انت يدك ماشي كيما يدو انت يدك تجيب انت رئيس بلديه وانا كاع معك قول لنا واش لازم نعاونوك يعني اجري عليه يعني لان قضيته مقنعه لو سمع بها وزير السكن يرحل في نهاره يعني فيه كل الشروط باش يرحل هذا الرجل ولكن يبدو لي ان هذا الرجل عاقل طيب هذه ما تحبش رودات جامي يعني. وتغلق الطريق يقول لي في اخر نولي جي مولي هذا ما كان غدوة تبيع المطلوع والله نطلع حتى وين غدوة هنا تيجي نروح ليه يقول لي في اخر ان شاء الله راك في بالنا وايدا ونعاود نولي والعائلة تاعك صابرة الحمد لله واش نقول انا مش لاعب انا بوسبولي انا الكوميسار تاع ساتيام ما يعرفنيش ما يعرفك قال لي شكون انت جا خطا هنا شافني نعم قال لي انت زادم قلت له شي زادم انا نسكن في محمد الضوار انا اهلي وماني وجداتي في ناصر نونو انا وليد بيكول يعني ماشي قال وكنت امر شهاده يعني لله كنت امر على هذا الحي وكل ما نشوف الحاله من برا نقول اي واحد نقول له قول للسيد هذا يجي يشوفني وما تلاقيناش حتى ربي كتب جات هذه الحصه الحمد لله يعطيكم الصحه على كل حال
هاملك الرجال هاملك الرجال هاملك النساء. ورساله تاعي يعني لوزير السكن يا خويا دير لجنه يجي يشوفوا دير وتحقيق معايا ويشوفوا يا خويا، لا السهل يعطيني يا خويا يعطيني حقي وهذا ما كان. وانت ان شاء الله لا تسحق اي لجنه، ان شاء الله يسمع بك يعيط لك في السكن تاعك ونجو نزورك في المسكن تاعك الجديد ان شاء الله. مرحبا بكم تشربوا قهوه. الشيء اللي قالته الزوجه تاعك انا شو صدمني، لان عندها الحق وش تقول؟ كي مساحه ضيقه وحنا واحد يحب يرقد يسحق الهدوء، الاخر يحب يلعب لانه طفل صغير، الاخر يحب يراجع دروسه، ولكن لما تسمع باللي باش تدوش لازم كاع تخرج برا. كاع تخرجوا ما كانش هايلك هذا واش فيها هايلك؟ هايلك سخنوا الماء لهي وبداله. ما عندي حتى انا كيما انا ندوش في العمل تاعي ما نقدرش يعني. يا الهي ما تقدرش كيفاش. الله يحفظك ابشر الخير ان شاء الله ما زالت الدنيا بخير. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشتاقة اللقمة عند ربي دخلت جنات دلت الخير يا لو كان بالله.